أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا أبي مريم شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل يا رب العالمين. بحق لا إله إلا الله اشف كل مريض يا رب العالمين. بحق لا إله إلا الله. اللهم أني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به استجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تشفي أبي مريم شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل يا رب العالمين. عاجلا غير آجل يا رب العالمين. عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم أني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تشفي أبي مريم شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل يا رب العالمين. بحق لا إله إلا الله. بحق اسمك الأعظم الذي إذا دعوت به استجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تشفي أبي مريم وتشفي كل مريض شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترزق أبي مريم رزقا واسعا وأن تجبر بخاطره وأن تريح باله كما جبر خاطرنا يا رب العالمين. بحق لا إله إلا الله يا رب. يا رب يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد يا فاعل لما تريد. يا فاعل لما تريد. يا فاعل لما تريد. يا رزاق يا قوي يا متين اجبر بخاطر أبي مريم واشفه يا رب وابعد عنه كل هم وكل غم وفك كربه يا رب. فك كربه يا رب. فك كربه يا رب عاجلا غير آجل يا رب العالمين. يا رب استجب لدعائي يا رب العالمين. استجب لدعائي يا رب العالمين. استجب لدعائي يا رب العالمين. اشفي أبي مريم. اشفي أبي مريم شفاء لا يغادر سقما. اكبر بخاطره يا رب زي ما كبر بخاطرنا وخاطر كل واحدة فينا وخاطر كل واحد فينا. اكبر بخاطره ووسع رزقه وشيل عنه الهم والغم وريح باله يا رب عاجلا غير آجل يا رب العالمين.